السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم الجديد. في تصريحات للاعب نادي نيمار الفرنسي ياسين بالراحه فتح فيها الباب أمام إمكانية تمثيله للمنتخب الوطني الجزائري خلال السنوات المقبلة، وبالرغم من أن اللاعب يلعب حاليا مع المنتخب المغربي للشباب لأنه يمتلك وصولا مغربية أيضا، إلا أن بالراحه أكد اليوم بأنه من الممكن أن يلعب للجزائر أو المغرب أو فرنسا مستقبلا بما أن القانون يسمح له بذلك. وكان بالراحه صاحب 20 سنة قد لعب في نادي بوردو قبل أن ينتقل إلى نادي نيم في الموسم الماضي. وتصدر الإشارة إلى أن اللاعب قد أثار موجة تساؤلات عند الجميع بعدما علموا بتصريحاته الضبابية والمبهمة، فهو الآن يحمل ألوان المنتخب المغربي للشباب وفي نفس الوقت يؤكد بأنه قادر على تمثيل منتخب الجزائر أو فرنسا. فتساءل الجميع حول ولائه لمن سيكون وأي منتخب يفضل هو تمثيله، هل هو المغرب أو الجزائر أو فرنسا، لأنه لم يفصح عن رغبته في تمثيل أي منهما. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.